أسعد الله مساءكم بكل خير جميعا. يسعدنا اليوم أن نستكمل معكم فعاليات دبلومة قواعد التأهيل للسلك الدبلوماسي والقنصلي التي يعقدها المركز الديمقراطي العربي، والتي بدأناها بالمحاور الخمس السابقة، وهي المحور الأول المفاوضات والجيوبوليتكس وتأثيرها في العلاقات الدولية. وقدمها لنا كل من دكتور هاني إلياس الحديثي ودكتور عبد الوهاب القصاب. والمحور الثاني كيفية كتابة المقال باللغة العربية واللغة الأجنبية، وقدمها لنا كل من دكتور لبنى غريب مكروم ودكتور فاطمة هاني. والمحور الثالث مدخل في القانون الدولي المعاصر والمنظمات الدولية والإقليمية، وقد قدمها لنا كل من دكتور عمر بن عيشوش ودكتور عمر حسين بوشعالة. والمحور الرابع التمثيل الدبلوماسي والقنصلي بين الدول، وقدمته لنا دكتور مونيا رحيمي. والمحور الخامس العلاقات والمؤسسات الاقتصادية الدولية وقضايا الاقتصاد السياسي الدولي، وقدمها لنا كل من دكتور رانيم زياد جابرة، دكتور علي منصور عطية ودكتور علي لطرش. واليوم نقدم أولى محاضرات المحور السادس بعنوان القضايا الدولية المعاصرة وقضايا وصراعات في الشأن العربي والأمن القومي العربي، ويقدمها لنا دكتور محمد حسين سبيتي، دكتور العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية بدولة لبنان الشقيقة. وأسلم له القاعة الآن ليبدأ المحاضرة. كل الشكر والترحيب بجناب الدكتورة التي قدمت هذا التقديم واختصرت المدى الزمني منذ بداية هذه الدورة وحتى الآن، وكل الشكر أيضا للمركز الديمقراطي العربي الذي أتاح لنا المجال حتى نقدم ما يمكن تقديمه بخصوص الحديث عن قضايا في الشأن العربي وفي الصراع العربي وفي الأمن القومي العربي. وأيضا الشكر موصول لإدارة الدورة التدريبية الدبلومة التدريبية في السلك القنصلي والدبلوماسي، هذه الإدارة التي واظبت واجتهدت وجاهدت خلال فترة قاربت الشهر وما قبل ذلك طبعا كثيرا ومواكبة وتأسيسا من أجل إتمام هذه الدورة وإتمام هذا العمل الجبار العظيم، الذي في الحقيقة يعتبر من الأعمال الأكاديمية الموفورة من جهة تأمين المعلومة ومن جهة تأمين المادة البحثية في الجوانب القنصلية والدبلوماسية والسياسية عموما. ولما لهذا الجهد من أثر كبير وأثر مهم على مستوى تأسيس بنية فكرية لدى المشاركين، والذين بطبيعة الحال سوف يساهمون من خلال مشاركاتهم في أي مؤتمر وفي أي ندوة في نقل هذه المادة البحثية إلى مجتمعاتهم وإلى أعمالهم وإلى حيث يمكن لهم أن ينقلوا هذه المادة البحثية. وبطبيعة الحال نجد أيضا من الجدير ذكره أن نشكر أيضا رئاسة المركز الديمقراطي العربي لما تقدمه إن كان على صعيد هذه الدبلومة التدريبية بشكل خاص، وإن كان على صعيد هذه المجهودات التي نجد لها فعلا وأثرا من خلال المجلات البحثية التابعة لهذا المركز وما إلى هنالك من أعمال يقدمها هذا المركز للباحثين في العالم العربي وفي كل العالم عموما. فقد وجدت فرصة الآن من خلال مشاركتي في هذه الدبلومة أن أشكر
كل الذين ساهموا وعملوا واجتهدوا وقدموا في هذه الدبلومة وفي غيرها. في الحقيقة عندما نقدم مادة بحثية حول قضايا وصراعات في الشأن العربي، يلفتني أو يلفت الجميع أيضا أننا نقدمها في حين أن العالم العربي يعيش صراعات مريرة جدا ويعيش أحداثا صراعية مستديمة منذ زمن ليس بقريب، وأيضا قد تفاعلت هذه الصراعات بشكل كبير في الآونة الأخيرة، خاصة ما تعاني منها القضية الفلسطينية من أحداث في ظل العدوان الصهيوني الغاشم الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني وكذلك الشعب العربي عموما. فأتت هذه المحاضرة اليوم المعنية بخصوص الصراعات أو القضايا في الصراعات العربية وفي الشأن العربي وفي الأمن القومي العربي تحديدا، أتت متزامنة مع الأحداث التي نشهدها اليوم في عالمنا العربي وتفاعل هذه الأحداث مع القضية الفلسطينية، أعني ما يحدث اليوم منذ سنة وإلى اليوم خصوص طوفان الأقصى. ونحن اليوم في الذكرى السنوية الأولى لهذه المعركة. فأحببت أن ألفت النظر لهذه المسألة لما لها من شأنية ولما لها من اتصال ولما لها من صلة بموضوعنا الذي نبحث فيه اليوم المتعلق بالقضايا في الشأن العربي. ولا يغيب عن بالنا أيضا أنه قبل أن أذكر محتويات المادة البحثية لمحاضرتنا اليوم، وقبل أن أفصل في هذه المحتويات، لا يغيب عن بالنا أن القضية الفلسطينية هي القضية الأم في القضايا العربية. يعني إذا أردنا أن نذكر ما هي القضية الأساس في القضايا العربية، نقول القضية الفلسطينية. لا نقصد أن القضية الفلسطينية يعني طبعا أوليناها أهمية واعتبرناها قضية الأم باعتبار أنها هي التي تشهد الصراع الأكبر وهي التي تشهد المظلومية الأكبر وامتدادات هذا الصراع وهذه المظلومية إلى كل الدول العربية بشكل عام. بداية، عندما نتحدث عن الصراع عفوا عندما نتحدث عن الصراعات أو القضايا عفوا في الشأن العربي، يبرز أو تبرز عدة مسائل في الحديث عن القضايا في الشأن العربي أو في الحديث عن الأمن القومي العربي أو في الحديث عن الصراعات التي تحدث التي حدثت ولا زالت تحدث في موضوع في العالم العربي. أهم هذه المسائل، أهم هذه المباحث، وما يتعلق بالتحولات داخل هذا النظام العربي. هذه التحولات لابد من رصدها، لابد من إعطائها حيزا من الكلام حول هذه التحولات التي تستمر منذ 4 عقود ولا زالت حتى اليوم. ما هي طبيعة هذه التحولات؟ ما هي السمات الأساسية التي حدثت خلال هذه التحولات؟ وأيضا نركز عند الحديث عن هذه التحولات في مبحث الحديث عن التحولات في العالم العربي أو داخل النظام العربي، نركز عن التغيرات البنيوية التي حصلت. هل هي تغيرات فعلا، عفوا الإشكالية، هل هي تغيرات بنيوية أم هي تغيرات طارئة؟ والإجابة عن هذه الإشكالية سوف تكون خلال حديثنا في هذا المبحث، وهو المبحث الأول الذي سوف يتم الحديث عنه في محاضرتنا لهذا اليوم. وبعد ذلك ننتقل إلى الحديث عن مقاربة، يعني نقول مقاربة لأنه نقارب التفاعل بين الدول العربية في ظل الصراعات.
كيف كانت هذه التفاعلات داخل النظام العربي؟ هل أتت أو هل أحدثت نتائج عكسية ليست لصالح أو ليست في صالح النظام العربي، أو أحدثت نتائج إيجابية كانت في صالح النظام العربي؟ وهذا سوف يكون الحديث عنه ضمن إطار المبحث الثاني من ضمن محاضرتنا في هذا اليوم. وبطبيعة الحال لابد أن ننتقل إلى المبحث الثالث، ليكون الحديث في هذا المبحث عن التفاعل بين الدول العربية والنظام الإقليمي، لأنه كما تعرفون أحبائي أعزائي أن النظام الإقليمي، هذا النظام هو له صلة بالنظام العربي وله تفاعل مع هذا النظام العربي. فيمكن أن يكون التفاعل مع النظام الإقليمي هو حل للصراعات، يعني نتائج أو مخرجات هذا التفاعل مع النظام الإقليمي، نتائجه ومخرجاته حل للصراعات، ويمكن أن تكون هذه المخرجات هي تهديد أو مزيد من التهديد لهذا النظام العربي. وبعد هذا المبحث ننتقل، يعني نحن نكون نتحدث عن خارطة لمحاضرتنا، بعد هذا المبحث ننتقل إلى الحديث عن الأمن الإقليمي العربي. وكما تعرفون أن لا يمكن أن نتحدث عن قضايا في الشأن العربي من دون الحديث عن الأمن الإقليمي العربي. لماذا؟ لما من رابطة ما بين القضايا العربية والأمن الإقليمي. أنتم عندما تقولون أن هناك قضايا لمجتمع ما، أو قضية لدولة ما، أو قضايا لقطر ما، من الطبيعي جدا أن نتحدث عن أمن الإقليمي لهذه الدولة، أو عن أمن المحلي لهذه الدولة، أو الأمن الإقليمي لهذا القطر، أو الأمن الإقليمي لهذا الحيز الجغرافي المعين. فبطبيعة الحال عندما نتحدث عن الأمن الإقليمي سوف يأخذنا الحديث إلى ماذا؟ إلى الصراع العربي الإسرائيلي. لماذا؟ لأن هذا الصراع هو الأساس أو المادة الأساسية التي تتكون منها قضايا الأمن الإقليمي، وبالتحديد الأمن الإقليمي العربي. هذه على العموم خارطة الحديث حول مسألة المحاضرة، حول محاضرتنا لهذا اليوم. نبدأ بالبداية في المبحث الأول. واقعا عندما نتحدث عن تحولات داخل النظام العربي، نعرف جميعا ونحن قد واكبنا من الكبار ومن الجيل الحالي جزءا من هذه التحولات داخل النظام العربي، ولربما جزءا كبيرا. كما تعرفون أن المحطة الأساسية التي بدأت داخل هذا النظام العربي هي بتأسيس الجامعة العربية، جامعة الدول العربية، في سنة 1900 عام 1945. وأتى تأسيس هذه الجامعة في ظل عدة تحديات كان يعاني منها أو كانت تعاني منها الدول العربية. وعندما تأسست هذه الجامعة العربية، أسسها بداية 7 دول، ومنها لبنان، ومنها اليمن، ومنها السعودية، وإلى ما هنالك. فكانت المواكبة مع التأسيس لعدة تحديات يعاني منها النظام العربي، ومنها الاحتلال الصهيوني سنة 1948 لفلسطين، وبعد ذلك مرورا بالعدوان الإسرائيلي البريطاني الفرنسي على مصر سنة 1956، ومن ثم كما نعرف الهزيمة التي عانت منها الدول العربية في سنة 1967 حزيران 1967. وبعد هذه الهزيمة نتحدث عن الخلاف الذي حدث بعد يعني إثر الانقسام المصري العربي الفادح بأعقاب التسوية اللي حصلت، التسوية التي قيل عنها أنها تسوية سلمية والتي اتبعتها مصر تجاه إسرائيل. هذه محطات حقيقة
كانت تعتبر محطات أساسية وتعتبر تحولات داخل النظام العربي. وبعد ذلك يمكن الحديث عن توقيع المعاهدة التي حصلت عادة بين مصر وإسرائيل، وهذه المعاهدة لما كان لها من تأثيرات كبيرة على مستوى العالم العربي، وأخذت بعض الدول العربية مواقف تجاهها. وبعد ذلك يمكن القول أن التحول الذي يمكن القول عنه أنه بارز أسر الكارثة التي وقعت بين أو الحرب التي وقعت بين العراق، أسر الغزو العراقي للكويت في سنة 1990، وبعد ذلك الغزو الأمريكي للعراق بال2003، ومؤخرا ما سمي بثورات الربيع العربي أو الثورات التي حدثت في عدة دول داخل العالم العربي. وسوف يكون هناك حديث خاص عن هذه الثورات بين مزدوجين، طبعا ثورات وما أعقبها من موجات كانت بالفعل مؤثرة ولها من الأثر الصادم. هذه الموجات التكفيرية، الموجات الإرهابية التي حدثت في أكثر من دولة عربية، وكان طبعا لها تداعيات وكان لها مؤثرات وكان لها عفوا تأثيرات داخل النظام العربي. لكن هنا لابد من لفت نظر. أنا طبعا مهدت وحكيت عن هذه الأمور، هذه التحولات، حتى أنتقل إلى النقطة التالية لكي أتحدث عن مسألة هذه التحولات هل لها تأثيرات أم لا؟ طبيعي جدا جواب البديهي أن لها تأثيرات، لأنها عظيمة، لأنها كبيرة، لأنها تغلغلت داخل الأنظمة العربية، لأنها أثرت بالشعوب العربية، لأنها أدت إلى تهجير الشعوب، أدت إلى انعكاسات سلبية في النظام العربي، في الأمة العربية، في البنية العربية، في الأنظمة السياسية العربية إلى ما هنالك. طيب، لكن في الوقت ذاته يمكن القول أن النظام العربي في تلك المحطات امتلك بالحقيقة آليات للتعافي. يعني صحيح كان هناك صدمات، لكن كان هناك بالمقابل آليات للتعافي في بعض المحطات. ولا يمكن القول أنه هذه الآليات كان لها التأثير المستدام، إنما تأثير مؤقت، إنما آلية تعافي مؤقتة لمدة زمنية محددة، وبالتالي بعد ذلك امتد التأثيرات السلبية لهذه الانعكاس، لهذه التحولات السلبية التي حصلت في تلك الأزمنة والمحطات وما زالت إلى اليوم. ويمكن القول أن آليات التعافي هي بالحقيقة يمكن أن نقول أنها كانت امتدادا لنظرية تحدي الاستجابة. هذه النظرية معروفة في العلوم السياسية، ومن الطبيعي جدا عندما نقول بالتحدي الاستجابة أنه تفسيرا لها أنه عندما نواجه أزمة معينة تكون بعبارة عن تحدي، يمكن هذه الأزمة أو هذه المشكلة أن نواجهها بعد ذلك ونستغل الفرص المتاحة لكي نستفيد من هذه الفرص ونحول هذه الأزمة إلى فرصة وهذا التهديد إلى فرصة. في الحقيقة نتوقف عند هذه المسألة قليلا، نقول أنه بعض الدول العربية في بعض المحطات يمكن أنها استغلت بعض التهديدات وحولتها إلى فرص، لكن مدى هذا الاستغلال وهذه التهديدات لم يكن مدى طويلا، مدى مستديما، إنما كان مؤقتا. وسوف نعرج عن هذه للحديث عن هذه المسألة بعد قليل. فعلى سبيل المثال، بعد أقل من سنتين على هزيمة 1948، أو يمكن نقول على الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين بسنة 1948، بعد سنة أقل من سنتين أو بعد سنتين اجتمعت الدول، بعض الدول العربية، وأسست معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي سنة 1950.
هذه المعاهدة يعني يمكن القول أنها أتت من بعد التهديد، وبالتالي يمكن القول أن هذه المعاهدة كانت فرصة لكي يكون هناك وحدة بين الدول العربية لمزيد من التماسك بين هذه الدول لتأسيس معاهدات أخرى يمكن التعويل عليها من أجل فرض مزيد من الاستقرار داخل النظام العربي. لكن للأسف هذه المعاهدة لم يعول عليها ولم تستمر، إنما بقيت حبرا على ورق ولم تنفذ في الحقيقة هذه المعاهدة بالكامل لمرة واحدة للأسف، يعني نحن نتأسف على ذلك. وأيضا في إطار التطبيق لنظرية التحدي الاستجابة، يمكن القول أنه هناك عدة أمثلة أخرى، منها ما حصل في سنة 1952 من حركات تحرر. هذه الحركات التحرر بعد ثورة 1952، مش في سنة 1952، بعد ثورة 1952، هذه الحركات التحور قد أد... التحرر قد أدت مهماتها، وقد أدت بعض الأدوار الإيجابية لصالح التأثير على مستوى التصدي للعدوان الثلاثي الذي حصل على مصر بسنة 1956، وبعد ذلك تحقيق استقلال للجزائر بسنة 1962 والجنوب اليمن بسنة 1967. يعني يمكن القول أن هذه كانت استجابات متعددة وأمثلة متعددة يمكن من داخل النظام العربي لتحديات متعددة. لكن التصدي الأبرز والتحدي الأبرز الذي حصل هو في سنة 1973، يعني في حرب تشرين الأول أكتوبر سنة 1973. هذا التحدي كان فعلا واضحا بينا مشرقا إذا صح التعبير، نتيجة التوافق العربي اللي حصل بقمة الخرطوم بعد هزيمة 1967. يعني هذه المشكلة، الأزمة التي حصلت في 1967 كان مداها مؤثرا لناحية أنه أقيم عدة استجابات لحين أنه تبينت مخرجاتها في سنة 1973 وفي النجاح الذي حصل في تلك الفترة. لكن كما قلت منذ قليل أن هذه الاستجابات لم تكن مستدامة، كانت لبعض الوقت، وبدليل أن الانقسامات العربية ما زالت حتى اليوم، وسوف يأتي الحديث عنها بعد قليل، وأن اللحمة العربية يشوبها عدة شوائب، ولعل أبرزها أن آلية التعافي التي ذكرناها لم من الهز... آلية التعافي من الهزائم والأزمات كان يستغرق تطبيق هذه الآليات في البداية وقتا معقولا، يعني ليس طويلا، يعني من سنة 67 لسنة 73 وقت معقول، مش هالوقت الطويل. ولحمة الصف العربي اللي صارت بعد الخلاف مع مصر بتدل انه لا، في لحين استغرقت لحين صارت المصالحة بعد ذلك كمان كان وقت مش طويل، والمصالحة الكويتية العراقية اللي صارت بعد الخلاف كمان كان وقتها مش طويل. لكن التداعيات اللي صارت بعد ذلك والحروب اللي صارت بعد ذلك والغزو الأمريكي للعراق سنة عام 2003 والقضية الأبرز التي تحدثنا عنها بموضوع الاحتلال الصهيوني لفلسطين من سنة 1948 ولا زال حتى اليوم، بالعكس عم يزداد سوءا، والمعارك والاحتدام اللي عم بيصير اليوم دليل على ذلك. هذا بدل أنه اليوم آليات التعافي منا موجودة، ونأمل أن نصل إلى هذه الآليات، نأمل ذلك ونتمنى ذلك، لكن ليس هناك ما يبشرنا بهذا الأمر. وما حصل من ثورات عربية بين مزدوجين
في سوريا وفي مصر وفي تونس وفي لبنان وفي العراق وفي ليبيا وفي أكثر من بلد. هذه الثورات التي كانت نتيجة عدة أمور، منها محلية منها إقليمية ومنها دولية، سوف يأتي الحديث عنها. كمان أيضا أين آليات التعافي من هذا الأمر؟ نراه ليس موجودا، بل هناك أيضا فبركات متعددة تحصل في هذا العالم العربي، ونتيجة التغلغل الأجنبي ونتيجة الاستعمار غير المباشر الذي يحصل من قبل دول غربية ومنها أمريكا وغيرها. هذا التغلغل يزيد الصراعات ويزيد الانقسامات ويزيد المشاكل ويزيد التفاعلات العكسية السلبية. ننتقل إلى المبحث الثاني. بعد أن تحدثنا عن مقاربة حول التحولات التي حصلت داخل النظام العربي بعد عدة امتدادات حصلت امتدادات زمنية، ننتقل للحديث عن مقاربة التفاعل بين الدول العربية في ظل الصراعات. في الحقيقة يلاحظ أن التفاعل العربي داخل النظام العربي غير متحقق، وقد أتى الحديث عن هذا الأمر، غير متحقق. وعناصر هذا التفاعل المفترضة غير متوفرة. يعني أبرز هذه العناصر أنه عندما نتحدث عن تفاعل داخل النظام العربي يجدر بنا الحديث عن آليات للتماسك بين الدول العربية. عند الحديث عن تفاعل بين النظام العربي بين الدول العربية يجدر بنا الحديث عن دول ذات سيادة، دول تتوفر فيها التماسك بين العناصر الثلاثة داخل الدول: الأرض والشعب والنظام. وهذا غير موجود متوفر. أيضا عندما نتحدث عن تفاعل داخل الدول العربية يجري الحديث عن معاهدات بين الدول العربية قائمة ومعمول عليها ويجري الالتزام بها، وهذا غير متوفر. وفي إطار الحديث أيضا عن تفاعل بين الدول العربية، يعني عناصر هذا التفاعل الغير متوفرة، أيضا نجد أن هل هناك من جيوش، هل هناك من قاعدة عسكرية موجودة متفاعلة لكي تواجه التحديات العسكرية المقابلة، تواجه العدوان على هذه الدول العربية، تواجه العدو الأبرز الذي تعاني منه هذه الدول العربية ألا وهو العدو الصهيوني؟ أيضا هذا لا نجده متوفرا، هذا العنصر غير متوفر. أيضا في إطار الحديث عن عناصر التفاعل بين الدول العربية، نجد أن العنصر الأساسي هو تسخير المقدرات الاقتصادية لصالح تأسيس كيان اقتصادي مثل بنك اقتصادي، مثل مثلا بنك عربي مثلا مالي نقدي. هذا البنك لربما يكون، إذا كان عفوا إذا كان هذا البنك لربما يكون لصالح دعم هذه الدول العربية المتعثرة أو بعض الدول العربية المتعثرة، هذا غير موجود. أيضا في إطار الحديث عن هذه العناصر داخل النظام العربي، عناصر التفاعل داخل النظام العربي، نتحدث عن عنصر أيضا مهم من العناصر المهمة، تسخير العلاقات الإقليمية والدولية لصالح مخرجات من هذه التفاعلات لصالح هذه الدول العربية. يعني مثلا إذا أقامت دولة عربية معينة تفاعلا معينا مع أي دولة داخل الإقليم أو خارج الإقليم، مع دولة ضمن النظام الدولي حتى مع الدول الغربية، هل تسخر هذه الدولة هذا التفاعل لمصلحة الدول العربية والنظام العربي أم لا؟ نجد أن هناك مثلا العديد من الدول العربية تقوم بمعاهدات وتقوم بعلاقات مع دول أجنبية غربية، لكن هذه المعاهدات وهذه العلاقات هي في الحقيقة
لربما في بعض حيثياتها تعود بالسلبية إلى النظام العربي وتؤثر في هذا النظام العربي، وربما تكون له تزيد من الشرخ داخل هذا النظام العربي. فهذا يعتبر من المؤثرات، هذه العناصر التي ذكرتها، كل هذه العناصر هذه في الحقيقة مؤثرة بشكل كبير. وأنا هنا أريد أن أؤكد، بل أريد أن أركز على مسألة لها حيثية خاصة، ألا وهي أن الاستعمار الخارجي المتمثل ببعض الدول مثل أمريكا، فرنسا، بريطانيا، وقديم وجديد لم يتغير، وغيرها من الدول، الاستعمار غير المباشر حاليا، الاحتلال غير المباشر عبر الأدوات، عبر الوكلاء، هذا الاستعمار، هذا الاحتلال غير المباشر عبر الأدوات والوكلاء الذي تغلغل في دولنا العربية وفي نظامنا العربي وأحدث شرخا وأقام معادلات، لربما هذه المعادلات أحدثت تفاعلات. هنا نركز بين تأثير المعادلات على دخالة هذه المعادلات في تأثيرها على مزيد من الصراعات، وبالتالي مزيد من الشرخ داخل الدول العربية، النظام العربي. لماذا؟ لأنه العامل الأجنبي، إذا صح التعبير، أو الدول الأجنبية التي لا تريد خيرا لنظامنا العربي، بل تريد أن تزيد من الأثر التخريبي داخل هذا النظام العربي، حتى تؤسس لقاعدة عندما تفرق أكثر تسب أكثر. هذه قاعدة معمول عليها منذ زمن بعيد صحيح، ليس منذ زمن حديث يعني، أو من زمن في الزمن الحالي. هذه قاعدة كلما فرقوا داخل النظم العربية وبين النظم العربية والشعوب كلما تسيدوا. ولذلك نلاحظ أنهم تارة يؤسسون لمعادلات معينة، مثلا يقيمون علاقات مع دولة معينة، وبعد ذلك يقيمون علاقات مع دولة أخرى، فتكون هذه العلاقة لها حسابات معينة وتلك العلاقة لها حسابات أخرى. وفي النظر إلى مخرجات هذه العلاقة وتلك العلاقة نجد أنها مخرجاتها متناقضة وليست لصالح الدول العربية. يعني على سبيل المثال، إذا أردنا أن نجد أن نعود بالحديث لعناصر التفاعل التي تحدثنا عنها منذ قليل، تحدثنا عن القاعدة الاقتصادية، ومزيد من الحديث عنها والتفصيل عنها، نجد أنه إذا سخرت الدول العربية مقدراتها وكانت هذه مقدرات لصالح نفع الدول العربية، نجد أن الدول العربية لا تحتاج إلى أحد في هذا العالم. يعني هناك بعض الدول العربية لديها النفط مثل السعودية وغيرها، ونجد أن بعض الدول عليها لديها أن الدول العربية لديها الغاز مثل قطر، ونجد أن بعض الدول العربية لديها الأراضي الزراعية الكبيرة مثل السودان. طب هذه الدول العربية، وأيضا بعض الدول العربية لديها المياه، هذه الدول العربية التي لديها هذه المقدرات الطبيعية الهائلة التي يمكن إذا سخرت لصالح بعضها البعض واستفيد منها لصالح نفع بعضها البعض، نجد أنها يمكن أن تتسيد الدول العربية العالم كله واقعا ذلك. لذلك الدول الغربية تنظر بعين الريبة وبعين الصدام وبعين التأثير السلبي وبعين التخريب إلى مصالح هذه الدول، وتؤثر فيها وتقوم بعلاقات سلبية داخل هذا النظام العربي لصالح تفكيك هذه الدول العربية. وبالفعل هذا ما حصل، هذا ما حصل ويحصل. يعني إذا أردنا الحديث بالعودة إلى موضوع الثورات العربية، نجد أن هذه الثورات العربية من كان وراءها؟ ثورات الربيع العربي، هذه ثورات الربيع العربي التي
عنونت بالربيع العربي، وهو عنوان أجنبي وليس عنواننا من داخل العرب، إنما لم نعنونه نحن كعرب، إنما عنون علينا ربيع العربي. هل أتت هذه الثورات العربية مخرجاتها التي كان يتم الحديث عنها؟ هل حصل تغيير لصالح الشعوب العربية؟ هل هناك أنظمة عربية حصلت بفعل تحركات شعوب عربية وأتت أكلها؟ هل هناك، يعني هل مثلا على سبيل المثال تغير واقع الحال في الدول العربية من سيء إلى حسن؟ لربما نقول أنه تغير من سيء إلى أسوأ، وهذا ما حصل في الحقيقة، بل لربما حصل زاد الانقسام بين الدول العربية. أين مصر؟ أين دور مصر مثلا الآن؟ أين دور الأردن الآن؟ أين دور سوريا الآن؟ أين دور السعودية الآن؟ أين دور إلى ما هنالك من دول؟ داخل الخليج العربي هل زادت الصراعات؟ يعني في الحقيقة عندما نذكر على سبيل المثال علاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، نجد أن هناك أزمة حقيقية حصلت بين عامي 2017 و 2021، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومعهم مصر علاقات دبلوماسية مع قطر، وهذه الأزمة استمرت لفترة معينة. يعني لا، ليس بالضرورة أن نذكر الأسباب التي استدعت حصول هذه الأزمة، لكن حصلت هذه الأزمة وبالتالي أصبح هناك توتر. طيب، نعود بالحديث إلى سوريا. عندما حصلت هذه الثورات، سوريا اللي كانت هي دولة مؤسسة لجامعة الدول العربية، من دول المؤسسة لجامعة الدول العربية، صحب مقعدها من جامعة الدول العربية آنذاك. طيب، نتيجة ماذا؟ إذا كانت هذه الثورات هي لصالح الدول العربية، فلماذا صحب مقعد سوريا؟ إذا كانت هذه الثورات لصالح الدول العربية، لماذا أصبح هناك انقسامات بين مجلس التعاون الخليجي، وأصبح هناك انقسامات بين الدول العربية إلى ما هنالك؟ إلى يعني الأمثلة كثيرة حول هذا الموضوع، ليس بالضرورة أن نتحدث عنها بالتفصيل. فإذا هناك أوجه من التشابكات ومن الصراعات المتعددة في هذا الإطار، وهذا الصراع له أبعاد ممتد ضمن المدى الإقليمي وضمن المدى الدولي. وعندما نتحدث عندما نتحدث عن المدى الإقليمي، نتحدث عن دور لتركيا، نتحدث عن دور لإيران إلى ما هنالك. وعندما نتحدث عن المدى الدولي، نتحدث أيضا عن الغرب وغير الدول الغربية مثل روسيا، الصين، والغرب مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا إلى ما هنالك. طيب، عند الحديث عن السودان التي انقسمت إلى جنوب، يعني اليوم في عندنا دولة جنوب السودان، واليوم نرى في السودان صراعات كبيرة جدا نتيجة ماذا؟ وأيضا عن ليبيا، عندما نرى هذه الانقسامات والصراعات داخل الدولة الليبية، ونرى أن هناك جيشا، ونرى أن هناك أيضا قبائل وعشائر ولما هنالك، وهناك تحديات وهناك تشابكات وهناك مجازر تحدث في ليبيا وتحدث في السودان. طيب، هذه الدولة، هذه الدول التي تحدث فيها هذه الصراعات، أين جامعة الدول العربية منها؟ أين دور الدول العربية الرائدة التي كانت رائدة عبر التاريخ؟ أين هي اليوم في حل هذه الصراعات؟ لماذا لا يكون هناك دور لهذه الدول أو لهذه الجامعة الدول العربية؟ لماذا؟ طبعا هناك أسئلة كثيرة وهناك إجابات عديدة. ليس هناك من دور، لأنه بطبيعة الحال تغلغ هناك، يعني الجواب الأول والأساس، لأن هناك تغلغل غربي وأجنبي، خلونا نقول أجنبي أشمل وأجنبي داخل هذه الأنظمة العربية،
داخل الأنظمة العربية وداخل الشعوب العربية. لكن هناك ملاحظة أساسية من المهم جدا أن نتوقف عندها. في الحقيقة أن الشعوب العربية يختلف كثيرا دورها وموقفها من الأنظمة العربية، من بعض الأنظمة العربية، دعونا نقول من بعض الأنظمة العربية. الشعوب العربية لازالت حتى اليوم نجد العديد من الشعوب العربية موقفها متماسك. نجد العديد من الدول العربية موقفها عفوا من الشعوب العربية موقفها متماسك وموقفها متراس وموقفها موحد وموقفها داخل إطار الأمة، وليس موقفها داخل إطار الصراع، وليس موقفها داخل إطار المصالح، وليس هناك موقفها داخل إطار العلاقات الأجنبية والاستعمار بما يرتبط بالاستعمار، إنما لا زال موقفها متماسكا متراسا مترابطا موحدا. لكن لا نجد مخرجات ونجد تأثيرات لهذا الموقف الشعبوي للأمة العربية المتمثل بالشعوب، لا نجد مخرجات، لأن الشعوب مغلوب على أمرها، لأن الشعوب قد أتت التأثيرات عليها تأثيرا عبر الزمن تأثيرا مباشرا، وقد عانت ما عانت من الويلات ومن الانقسامات ومن الحروب ومن الأزمات ومن ما حصل من الأمور الاقتصادية وغيرها. فهذه المعاناة يعني أدت تأثيراتها السلبية على هذه الشعوب. لكن نجد مواقف شامخة لهذه الشعوب بعض الأحيان، من تظاهرات لصالح القضية الفلسطينية، من بعض الأمور، من بعض ما حصل في الأردن منذ زمن، الشهيد ماهر الجازي لم أعتقد هذا الاسم، الذي قام بعملية فدائية من أجل نصرة الشعب الفلسطيني. ما نجده من مقاومات داخل الشعوب العربية لصالح نصرة القضية الفلسطينية، نجده من مواقف داخل الشعوب العربية بالدعم المالي وغير المالي لصالح القضية الفلسطينية. هذه المسائل لابد من أخذها بعين الاعتبار، لأن لها تجليات، لأن لها تأثيرات. فبالعودة إلى الحديث عن التفاعل داخل النظام الإقليمي، التفاعل بين النظام الإقليمي والنظام العربي، هذا التفاعل عناصره أيضا غير مكتملة. نتيجة ماذا؟ أو غير مترابطة أو غير متراصة، نتيجة ماذا؟ لأن مصالح النظام الإقليمي غير مترابطة أو غير متكاملة أو غير متلائمة أو غير متناسبة مع مصالح النظام العربي. كل ينظر إلى مصالحه بعين الأنانية البراغماتية، وهذه النظرات عندما تختلف بطبيعة الحال تكون النتائج مختلفة، ولا تكون النتائج لصالح التكامل ولصالح الوحدة ولصالح المجتمع الكلي. وبذلك ينتقل الحديث أمام ما تقدم، ينتقل الحديث إلى التعقيد والتشابه، التشابك بأوجه الصراع المتمثلة بالتداخل بين عدة عناصر نتيجة التدخل السافر من بعض الدول الإقليمية أو من بعض الدول العربية في مصالح الدول العربية. وقد حصل هذا الأمر في أكثر من مسرح وفي أكثر من بؤرة جغرافية داخل الدول العربية، وقد امتدت إلى كل الدول العربية بالعموم، يعني في سوريا، في مصر، في الأردن، في العراق، في تونس، في المغرب، في إلى ما هنالك، في ليبيا. فهذا الواقع، هذا الواقع في الحقيقة له تأثيراته، وهذا الواقع في الحقيقة له امتداداته. وإذا أردنا الحديث عنه
نعطي أمثلة كثيرة، لكن أنا أريد أن أركز عن مثال الذي حصل منذ عملية السلام المصرية الإسرائيلية. هذه العملية اللي أفضت لمعاهدة السلام في عام 1979، وعقب ذلك اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير بالعام 93. هذه الاتفاقيات السلام، هذه الاتفاقيات، ومؤخرا اتفاقية التطبيع التي حدثت بين عدة دول عربية، إمارات وغيرها، بحرين. هل هذه الاتفاقيات التي كان عنوانها أنه من أجل السلام العربي، هل أفضت إلى السلام العربي؟ هل أفضت إلى السلام داخل الدول العربية؟ توقيع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية أيضا، قبول بعض الدول العربية لمبدأ السلام مع إسرائيل، هل هذا أساس أدى إلى تسوية، أدى إلى تسويات، دعونا لا نقول سلاما، أدت إلى تسويات، أدت إلى حلول؟ أين الواقع العربي اليوم؟ أين واقع الأنظمة العربية اليوم؟ هل هناك من حلول وسلام وتسويات ولا ما هنالك؟ للأسف لا نجد ذلك، بل العكس. دعونا ننتقل إلى ما حصل مؤخرا بعد موجة قطار التطبيع. هذه الموجة التي حصلت والتي أدت إلى اتفاقية التطبيع، ما حصل بعد ذلك؟ حصلت التي كما نعرف ما يحصل اليوم، المعركة والغطرسة والحرب العدوانية الصهيونية على غزة. أي سلام هذا؟ وعلى الضفة الغربية، أي سلام هذا؟ أي مخرجات لهذا السلام؟ ففي الواقع لا يمكن التعويل على هذا على هذه التسويات وعلى هذه الاتفاقيات وعلى هذه المعاهدات. إنما هذه الاتفاقيات والمعاهدات مع عدو شرس لا يريد الخير، شرير، متغطرس، وحشي، يقوم منذ إقامة هذا الكيان الاحتلالي سنة 1948 حتى اليوم بأبشع المجازر، بأبشع الانتهاكات لكل الاتفاقيات ولكل المعاهدات الدولية والقانون الدولي الإنساني وغيره من القوانين، ولا يحترم أي مبدأ إنساني وأي مبدأ أي قانون دولي على الإطلاق. دعونا نقول أنه إذا أردنا الحديث عن ما حصل في لبنان، في لبنان بدأ الاحتلال الإسرائيلي سنة 1982 عندما وصلت الدبابات الإسرائيلية إلى بيروت، واجتمعت الأمم المتحدة آنذاك 1982 بذلك التاريخ، وفرضت على إسرائيل أنه يجب عليها التراجع والانسحاب من لبنان دون قيد أو شرط، 425، قرار 425. هل التزمت إسرائيل بهذا القرار؟ ما الذي دعا إسرائيل إلى الانسحاب من لبنان سنة 2000 بأيار عام 2000؟ المقاومة الشعبية، اليوم المقاومات الشعبية هي التي تعطي العنوان الأبرز لإقامة السلم والسلام والأمن والأمان في هذه الدول العربية. المقاومة الشعبية المتوائمة، المقاومة الشعبية المرتبطة مع السيادة الشعبية، لمنظور السيادة الشعبية، هذا المنظور الأساس المرتبط بالإطار التماسك بين عناصر ثلاث، عناصر التوافق داخل الدول، داخل بين النظام، بين الدولة وما بين الشعب، التوافق الديمقراطي القائم على انتخاب الشعب الحر لنظام لسلطة تقوم هذه السلطة بعد ذلك بعد ذلك بتأسيس لقائمة أو لمعادلة. هذه المعادلة، هذه القائمة، هذه
السلطة تؤسس لما ينفع الشعب، لما يؤدي إلى الخير للشعب، وبالتالي تؤسس لما يدفع الاحتلال إلى خارج حدود هذه الدولة. هذا الهم الأساسي. إذا كان هناك توائم، دعونا نبدأ بالقطر، يعني داخل أراضي الدولة، إذا كان هناك توائم موائمة ما بين السلطة والشعب، هنا نبدأ بالحديث عن التوائم ما بين الدولة والدولة العربية داخل النظام العربي. لكن إذا كان المبدأ الأساس أن هناك خلافا ما بين السلطة والشعب، كيف سوف يكون هناك توائم ما بين دولة ودولة داخل النظام العربي؟ بعيد هذا الأمر عن التحقيق، عن التحقق. وكيف سيكون هناك أساسا لاندفاع شعبية عربية لمقاومة العدوان الإسرائيلي؟ كمان هذا بعيد عن التحقق. يعني الأساس الذي علينا أن نبدأ بتحقيقه وبالعمل عليه هو البدء داخل تحقيق التوائم والسلام داخل كل دولة، وتحقيق الاشتراك بين المقومات داخل كل دولة عربية، وبعد ذلك نبدأ بالاشتراك داخل مقومات النظام العربي، بين مقومات، عفوا، مقومات النظام العربي، وبعد ذلك نبدأ بالتصدي للتحديات التي يواجهها هذا النظام العربي. وأنا هذه النظرية هي قد تحدث عنها العديد من المنظرين والعديد من المعنيين بالفكر الفكر السياسي، أنه لابد من التشابك، هذا الاصطلاح، لابد من التشابك بين السلطة والشعب، وهذا التشابك تكون مخرجاته لصالح الشعب لأنه هو مصدر السلطات، وهذا التشابك يكون قائما على أساس الديمقراطية، ليس الغربية التي يقول عنها الغرب، الديمقراطية التي الزائفة التي يقول عنها الغرب، إنما الديمقراطية القائمة على حكم الشعب. حكم الشعب، هو الشعب الذي يحكم، لكن الحكم ضمن إطار الانتخابات القائمة على الديمقراطية التمثيلية، أن هناك ممثلين للشعب هم الذين يحكمون وفق الديمقراطية التمثيلية، وبعد ذلك تتحقق السيادة الشعبية القائمة على هذا المبدأ. وإذا تحققت السيادة الشعبية القائمة، السيادة الشعبية القائمة على هذا المبدأ، ننتقل إلى التحديات الأخرى، وننتقل إلى إقامة المعاهدات مع دول عربية لكي نقيم تشابكات داخل النظام العربي، وبعد ذلك ننتقل إلى التحدي الأبرز الذي القائم حاليا، هو مواجهة العدو الصهيوني. في المقابل ماذا نجد؟ نجد أن العدو الأمريكي البريطاني الفرنسي وغيرهم من الأعداء قد استغلوا وقد حبكوا وقد أوجدوا ثغرة داخل ثغرة في إطار شرخ ما بين السلطة وما بين الشعب داخل كل دولة عربية. وعند إحداث هذا الشرخ ما بين هذين العنصرين، أقاموا تأسيسا على هذا الشرخ، أقاموا معادلاتهم، وأقاموا استعمارهم، وأقاموا احتلالهم، استعمارهم واحتلالهم، وبعد ذلك أسسوا لما يمكن تأسيسه من إقامة تحالفات مع بعض الأنظمة العربية، الأنظمة، أعني ما أقول أنظمة، وأسسوا داخل كل نظام عربي بعض المقومات لصالحهم، وأضعفوا بعد ذلك المقومات الشعبية، وأضعفوا بعد ذلك العنصر السيادة الشعبية داخل كل دولة عربية، وبذلك تسيدوا، وبذلك تسيدوا. هذا ما أدى في الحقيقة إلى اتساع الصراع، وهذا ما أدى في الحقيقة إلى الحروب التي نشهدها في كل دولة عربية ما بين الشعب والشعب، انقسامات داخل بين الشعب والشعب، وانقسامات بين الشعب والسلطة، وانقسامات بين السلطات داخل الأنظمة العربية. وبالتالي أصبحت الدول العربية في وضع
لا تحسد علي. ننتقل بعد هذا الحديث إلى القول إلى الحديث في النقطة التالية، وهي في الحقيقة الأخيرة. مبحثنا الأخير هو الأمن القومي العربي، وأنا تقصدت أن أعنون هذا المبحث بهذا العنوان، وكان فيه دلالات ومتغيرات. هذا العنوان فيه دلالات ومتغيرات لربما الحديث عنها له فائدة وأهمية. ما هو هذا العنوان الذي مرتبط بموضوع الأمن القومي العربي، أو الذي يقتصر أو الذي يتحدث عن حيثيات الأمن القومي العربي؟ العنوان هو التالي: أولويات العرب، الاعتبارات القومية أم المصالح الفكرية الخاصة؟ قبل الحديث عن هذا الأمر، عن هذا العنوان ومتغيراته ودلالاته وحيثياته واعتباراته وإلى ما هنالك، لابد من تعريف خاص للأمن القومي العربي، ومنه ننطلق إلى الحديث عن هذه المتغيرات التي كنت أريد الحديث عنها. طيب، مفهوم الأمن القومي العربي تحدث عنه العديد من المفكرين والمناظرين، وقالوا في الحديث عنه عدة أقوال، لكن أنا أريد أن أتوقف عن نقطة أساسية، أنه طيلة المسار العربي لم يعطى أولوية لمفهوم الأمن القومي العربي كمفهوم فضلا عن التطبيق. يعني إذا أردنا الحديث مثلا بداية بالمسار التاريخي، دعونا نبدأ بسنة 1990، بتاريخ تحديدا 13/3/1990 ميلادي، بآذار، أثناء بحث موضوع إطلاق إسرائيل، لما أطلقت إسرائيل صاروخ قبالة الساحل الليبي. هون بهذا التاريخ تحديدا، وربما هذه نقطة يجدر التوقف عندها، مجلس الجامعة العربية اتخذ قرار بالتكليف الأمانة العامة أنه توضع دراسة شمولية عن موضوع الأمن القومي العربي. هذه النقطة الأساسية، بلش بهذا الوقت بالموضوع الحديث عن الأمن القومي العربي، بدأ بهذا التاريخ، وعرض هذا الدراسة على الدول الأعضاء، درسها، بعد ذلك اتخاذ القرار بهذا الموضوع. بعد شهرين من التكليف، عقدت القمة العربية اجتماع، يعني بشهر 5 28/5/1990 تحديدا، 28/5 بأيار، قدمت وقت ذاك الأمانة العامة ورقة بعنوان، هذا العنوان مهم، هو الأمن القومي العربي عرض للتهديدات والتحديات. هذه الورقة الوحيدة التي ذهبت إلى تعريف للأمن القومي العربي وشرح ملابساته لهذا الموضوع ومكوناته، وطرقت هذه الورقة يوم ذاك إلى الأمن القومي السياسي، الأمن القومي الاقتصادي، الأمن القومي العسكري، الأمن إلى ما هنالك، وتنقية الأجواء العربية، لكن على الورقة. هلأ بدأت الورقة هذه بتعريف الأمن القومي بشكل عام لأي دولة، عفوا للأمن القومي لأي دولة، لمجموعة من الدول العربية كانت أم غير عربية، وبعد ذلك تحدثت عن مفهوم الأمن القومي بأنه حماية مقومات الوجود العربي. التفتوا، حماية مقومات الوجود العربي، أنا بدي أركز على هذه النقطة بعد شوي. وأهمه ما هي؟ الهوية والأرض، وبعد ذلك تطوير هذه المقومات وصولا إلى ماذا؟ إلى تحقيق الأهداف القومية في إطار مواجهة التحديات. هذه باختصار، عندما نتحدث عن أمن قومي
لأي مجتمع، لأي إقليم، نتحدث عن مقومات لهذا الأمن القومي. أبرز أساسيات هذه المقومات أرض والهوية. فتفتوا معي هون شوي لنقطتين. النقطة الأولى، أنا بدي أحكي عن مقاربة بين المقومات للأمن القومي وبين تحديات. ليش؟ لأنه لاحظت بالتعريف الذي ذكرته أو الذي ذكرته الورقة العربية، هذا التعريف ذكر أنه هناك مقومات للوجود العربي لازم يتم حمايتها. لهذه المقومات أبرز الأرض والهوية. إذا تم، كيف يتم حمايتها لحتى بمواجهة التحديات؟ حماية هذه المقومات بتؤدي لمواجهة التحديات، حماية هذه المقومات بتؤدي لحماية الوجود العربي. طيب ما هي هذه المقومات؟ مختصرة بالهوية والأرض. طيب الأرض اليوم، الأرض اليوم تواجه، الأرض العربية تواجه عدة أنواع من المشاكل والأزمات. لاحظوا معي أن العديد من الدول العربية فيها قواعد عسكرية أمريكية، أن العديد من الدول العربية فيها قوات أجنبية، أن العديد من الدول العربية فيها فضلا عن القوات الأجنبية فيها شركات أجنبية غير معروف توجهات هذه الشركات وهوية هذه الشركات، إن كانت شركات تكنولوجية أم غيرها. أن العديد من الدول العربية الأمن التكنولوجي فيها مخترق. أن العديد من الدول العربية الدستور فيها، يعني دستور هذه الدولة، النظام السياسي لهذه الدولة هو بعده قائم منذ الاستعمار الفرنسي والبريطاني. لم يت... إذا تم تحديث حدثت بعض المواد، لم يتم تحديث هذا الدستور، بعده قائم على الدستور الذي أقامته تلك الدول الاستعمارية منذ اتفاقية سايكس بيكو، إذا صح، لبنان سوريا. أن العديد من الدول العربية أيضا أرضها، الأرض فيها موارد هذه الأرض، ما تختزنه هذه الأرض ليس لصالحها من نفط، من مياه، من إلى ما هنالك، من موارد طبيعية لا يعود النفع بها إلى هذه الدولة. من يأخذها؟ من يسرقها؟ الاستعمار، عبر شركات وهمية، عبر إلى ما هنالك. أين سوريا اليوم؟ أين العراق اليوم؟ أين موارد في فلسطين اليوم؟ أين تذهب هذه الموارد؟ أين موارد مصر اليوم؟ وإلى ما هنالك من دول عربية. طيب أصبح، هل الهوية مهددة؟ نعم. هل الأرض مهددة؟ مهددة طبعا. طب هو أساس الأمن القومي العربي، هو أساس مقومات الأمن القومي العربي، الأرض والهوية، هو الأساس مهددين. طب كيف بده يكون في أمن قومي عربي، أمن قومي عربي؟ كيف بده يتأسس؟ بده يتأسس على هذا الأمن، على هذه المقومات من أجل مواجهة التحديات. أحبابي أعزائي، عندما يكون الأساس لأي بناء أساس متهالك، أساس غير سوي، أساس غير مبني بالشكل الصحيح، هل يمكن لهذا البناء أن يستقيم؟ طبيعي لا. طيب إذا أساس الأمن القومي العربي غير صحيح وليس سويا وليس صحيحا ومهددا بالأساس، كيف يمكن مواجهة التحديات؟ وفي التعريف قبل قليل عندما ذكرت تعريف الأمن القومي قلنا أن هذه المقومات التي ذكرناها هي من أجل ماذا؟ من أجل أن تكون لمواجهة الأخطار الخارجية والداخلية القائمة والمحتملة. تعزيز هذه المقومات هو من أجل هذه مواجهة هذه الأخطار. طيب
مما ورد نجد أن مفهوم الأمن القومي العربي يدور حول 3 محاور. المحور الأول هو تأمين وحدة الأراضي، تأمين هذه الوحدة وحمايتها داخليا وخارجيا. المحور الثاني هو مواجهة كافة الأخطار الداخلية والخارجية القائمة والمحتملة. المحور الثالث تحقيق الأهداف العامة والاستقرار السياسي والاجتماعي والتنمية. هذه المحاور الثلاث، تحقيق هذه المحاور هو يؤدي إلى تحقيق الأمن القومي العربي. بعد هذا التقديم، وبعد شرح مفهوم الأمن القومي العربي، وبعد تحديد محاوره، يمكن الانتقال إلى الأسباب تقويض. ما هي أسباب تقويض دعائم الأمن القومي العربي؟ أنا في الحقيقة أريد أن أركز على ماهية معينة. شرح هذه الماهية يأخذنا إلى الحديث بالتفصيل عن أسباب تقويض الأمن القومي العربي. ما هي هذه الماهية؟ هل الدول العربية اليوم تعاني من صراع وجود أم صراع حدود؟ ما هو الصراع الذي تعاني منه الدول العربية اليوم؟ صراع الصراع مع وجود، إسرائيل، هو صراع وجود أم صراع حدود؟ صراع وجود، عفوا، صراع وجود. أحسنتم، هو صراع وجود وليس صراع حدود، لأنه في الحقيقة تأسيسا على ما ذكر أن اليوم الصراع الذي، دعونا ننتقل إلى قليل إلى مساحة جغرافية أوسع. اليوم عندما نقول مثلا الصين تعاني من صراع من مشاكل وأزمات مع 14 دولة حدودية. الصين تعاني أزمات حدودية مع 14 دولة، لكن الصين صراعها قائم على صراع حدود، لأنها حافظت على الوجود، حافظت على الهوية، حافظت على الأمن القومي. عندما يتعلق الأمر في مسألة الأمن القومي تنتهج سياسة مختلفة إطلاقا، لأن القومية الحفاظ على القومية هو الأساس. دعونا ننتقل إلى دولة أخرى، اليابان. اليابان كما تعرفون ظلت على مستوى الحرب العالمية الثانية تحافظ على هويتها القومية لحين ألقيت القنبلة النووية على هيروشيما وناكازاكي. لكن هم صار في مشكلة كبيرة هون، وصار في مثل ما بقولوا قنبلة نووية روحت الحرس والنسل. فهون الحفاظ على الهوية القومية صار في مشكلة، فحدودها صار في مشكلة، فهوية الأمن القومية صار في مشكلة. لذلك اليابان اليوم تابعة للأمريكان، محتلة، فيها قواعد أمريكية، والأمريكي هو اللي بيعمل اللي بده إياه، لدرجة أنه لا يمكن أن يتسلح أي ياباني وفق الدستور الذي وضعته أمريكا. أمريكا وضعت الدستور الياباني منذ سنة 1945، منذ الحرب العالمية الثانية، ولا زال الدستور قائما. حاولت اليابان منذ عهد حديث، حاولت أن تغير المادة 9 من الدستور المتعلقة بالتسليح، لم يسمح لها أبدا، ممنوع أي ياباني يتسلح، هذا احتلال. ننتقل إلى الدول العربية، الصراع صراع وجود أم صراع حدود؟ في الحقيقة صراع حدود وجود، عفوا، صراع وجود، لأن الهوية القومية العربية منتهكة. لأن دعونا نتحدث قليلا عن الهوية. ما هي أساسيات الهوية؟ أساسات الهوية هي اللغة، أساسات الهوية هي التاريخ، أساسات الهوية هي الجغرافيا، أساسات الهوية هي الوحدة، أساسات الهوية هي العلاقة بين الشعب والسلطة، أساسات الهوية هي القومية، أساسات الهوية هي الوحدة، قلتها قبل قليل. أساسات الهوية هي
التمسك بالأرض، تمسك بالأرض، هذه الأساسيات. اليوم الدول العربية بكلها وكليلها كلها تعاني منها. أي دولة عربية اللغة فيها بعد اليوم متماسكة؟ نجد أن اللغات الأخرى قد أخذت مأخذها. أي دولة عربية اليوم جغرافيتها واحدة متماسكة متراصة معروفة، معروفة المعالم إلى ما هنالك، غير مخترقة. هم تعرف اليوم الصراع حول الصراع، الصحراء الغربية مثلا نموذج عن الصراع الذي حصل في موضوع الصحراء الغربية ودور الإسبانيا في هذا الأمر، وإلى ما هنالك من صراعات. أي دولة عربية اليوم القومية فيها فعلا عناصرها متوفرة؟ أي دولة عربية اليوم التاريخ، هل هناك من سنعطي مثال على لبنان، اليوم في لبنان في اختلاف في التاريخ، هل نقول أن هناك عدة طوائف 18 طائفة ولذلك هم مختلفون، لكن دول أخرى حول التاريخ نجد كثيرا من الصراعات بموضوع التاريخ، تاريخ طاولة، تاريخ الدولة، تاريخ الدولة في صراعات حول تحديد هوية هذا التاريخ، ماهية هذا التاريخ. طيب دعونا ننتقل إلى مسألة الوحدة بين النظام والشعب، تحدثنا عنها قبل قليل، لا داعي لمزيد من التفصيل. فعناصر، هذه العناصر نجد فيها اختراقات كبيرة. فبعد ذلك يمكن الانتقال إلى أسباب تقويض الأمن القومي العربي، يمكن هن شي 10 أنا بدي أحكي عنهم وأختم. أسباب تقويض الأمن القومي العربي، وهو الحقيقة لما نحكي عن أسباب تقويض الأمن القومي العربي بنكون تقريبا عم نحكي بشكل إجمالي وبشكل تفصيلي. ليه؟ كيف يعني؟ عندما يتداخل إجمال والتفصيل تكون هنا يكون هنا الاكتمال. كيف ذلك؟ لأنه من خلال الحديث عن أسباب تقويض الأمن القومي العربي نتحدث عن القضايا والصراعات والأمن القومي العربي والمشاكل والتحديات، كل ذلك نجمله في أسباب تقويض الأمن القومي العربي. أول سبب من الأسباب هو ضعف الجامعة العربية. إذا كانت الجامعة العربية اللي هي مفترض هدفها توحيد العرب لم يكن هناك فاعلية لدورها منذ تأسيسها في سنة 1945 حتى اليوم، لم نجد هناك فاعلية لدورها في الحقيقة. يعني أنا حاولت أستحضر بعض النماذج، وإن كان هناك بعض الأدوار لكنها كانت على مستوى محدود وبسيط وغير إجمالي واكتمالي ومؤثر ووحدوي وعربي على مستوى الدول العربية ككل. طيب هل تدخلت الجامعة العربية بشكل فعال في موضوع الصحراء الغربية؟ هل تدخلت الجامعة العربية بشكل فعال في موضوع الصراعات والأزمات والنزاعات التي حصلت داخل كل دولة عربية أثناء الثورات الماسونية بالربيع العربي؟ هل تدخلت الجامعة العربية في موضوع الغزو العراقي للكويت؟ هل تدخلت الجامعة العربية في موضوع الأزمة الليبية؟ هل تدخلت الجامعة العربية في موضوع الأزمات في لبنان المتعددة وفي سوريا؟ هل تدخلت الجامعة العربية في موضوع القضية الفلسطينية بشكل فعال ومؤثر؟ أين موقفها؟ أين موقف الجامعة العربية اليوم بشأن ما يحصل في طوفان الأقصى؟ طيب إذا كان هناك شعب عربي يتعرض للتنكيل والمجازر والتهديدات والأبشع المجازر من قبل عدو متغطرس ووحشي، مش لازم يكون في موقف
لهذه الجامعة مؤثر وفعال؟ مش لازم يكون في موقف لهذه الجامعة، على القليلة يؤدي يعني يجمع هذه الدول العربية من أجل اتخاذ موقف داعم، من أجل أن يكون هناك موقف ليس بالقول فقط إنما بالفعل. بموضوع مثلا رفح ومعبر رفح اللي هو محاصر واللي هو هلأ محتل من قبل العدو الإسرائيلي، اللي عم يمنع القافلات الإغاثية للشعب الفلسطيني المحاصر. طيب أين دور جامعة الدول العربية؟ على الأقل لأجل هذا التفصيل، تفصيل فقط، بدناش نحكي بقضايا. أين موقف هذه الجامعة؟ ضعف الجامعة العربية هو من أحد أسباب تقويض الأمن القومي العربي، لأنه بدأت به، لأنه عندما نتكلم بالكلية، كلية الأمن القومي العربي كلية، نتحدث بالكلية بالأسباب، والكلية هي جامعة أسباب من أحد الأسباب الكلية هي ضعف جامعة الدول العربية. أيضا من الأسباب تعطل معاهدة الدفاع العربي المشترك التي تحدثت عنها في بداية محاضرتي سنة 1950، وكنت قد ذكرت بعض التفصيل عنها. أيضا بالحقيقة الأمر الثالث والسبب الثالث هو المتعلق باختلاف التوجهات القطرية لكل دولة عربية. في الحقيقة كل دولة عربية لها قيادات خاصة، وهذه القيادات مختلفة من حيث التوجهات والمصالح والقيم. وهذا الأمر حصل من بعد الاستقلال، حصل بشكل مباشر، يعني كل دولة صارت تتوجه نحو التحالفات الغربية. إخواني أحبائي أعزائي، أنتم تدركون أن الدولة عندما تعطي أولوية للتحالف مع الدول الأجنبية على حساب المصالح القطرية، عندما يحصل ذلك هل يكون الأولوية الأمن القومي أم الأولوية المصالح؟ طبيعة الحال تكون الأولوية المصالح مع الأجنبي. هذه القيادات التي أولت للتوجهات الغربية، أولت الأولوية للمصالح الغرب الأجنبية على حساب الأولوية للأمن القومي، هذه القيادات هي التي أثرت بموضوع تقويض الأمن القومي العربي. تارة نجد تحالفات مع الاتحاد السوفيتي سابقا، وتارة نجد تحالفات مع دول أجنبية غربية، وتارة وتارة إلى ما هنالك. الخلافات البينية العربية، هذا السبب الرابع، تباين بين النخب السياسية العربية الحاكمة هو في الحقيقة من الأسباب التي أدت إلى تقويض الأمن القومي العربي. يعني حالة السودان والانقسام بين الشمال والجنوب هو الحقيقة، والعفو، وأيضا مثال آخر موضوع الأكراد، يعني هذا المتعلق بالمنشأ القومي ذا الصلة بموضوع الكردية والعربية الذي حصل في أكثر من دولة ومنها في العراق وغيرها، وبعض الآخر اللي له علاقة بالمنشأ والبعد الديني والعشائري كالصراعات اللي حصلت بلبنان والعراق، والنزاع الحدود المصري السوداني عام 1958 حول منطقتي حلاليب وشلاتين، والخلاف في المغرب الجزائري اللي بلش بال 1963 بسبب مطالبة المغرب بمنطقتي تندوف وبشار وإلى ما هنالك. هذه المسائل اللي كان لها علاقة بالصراعات بينية البينية يعني داخل الدول العربية أدت إلى تقويض الأمن القومي العربي. الصراع العربي الصهيوني هنا قد تقدم الحديث عنه، ليس بالضرورة أن نعيد. السبب السادس المتعلق بالغزو الأيديولوجي وأزمة الهوية، كمان قد تقدم الحديث عنه. السبب السابع متعلق بظهور التنظيمات التكفيرية وانعكاس ذلك على الأمن القومي العربي. هو الحقيقة يا أخواننا يا أحبائنا يا أعزائنا، هذه المجموعات المسلحة التي غزت بعض الدول العربية من بعد سنة 2011 وبعد ذلك، واليوم هناك
وجود لهذه المسلحات المجموعات المسلحة في بعض الدول العربية لا زال حتى اليوم. هذه المجموعات لها أجندة خاصة. هذه المجموعات لا يمكن الحديث عنها في إطار ثورات ربيع عربي. هذه المجموعات يمكن الحديث عنها في إطار نظرية المؤامرة. في العلم السياسي، في الفكر السياسي، هناك نظرية اسمها المؤامرة. هذه النظرية هي لها محل في إطار قضيتنا التي نتحدث عنها في هذا الموضوع. عندما نقول أن هذه المجموعات قد دربت وقد تسلحت وقد انتقلت بهذا الشكل السريع داخل الدول العربية، وقد رفعت شعارات معينة وتحدثت عن هذه الشعارات، وقد حاربت وقد مولت بشكل مستدام، وقد بني لها حاضنة معينة، وقد أدى بعد ذلك صور الأمر على أنها دولة، صور الأمر على أنها دولة، دولة كذا والدولة كذا في هنا وهناك، وقد عمل على تحالفات داخل هذه المجموعات المسلحة، وبني عليها هذه التحالفات لمزيد من التحالفات الأخرى مع دول معينة. وإلى ما هنالك، هذا الأمر لا يمكن الحديث عنه بإطار أنه بني تلقائيا، إنما هذا الأمر بني في إطار مؤامرة هدفها الأساس الإخلال بأي وجود عربي. وهذا ما نقصد به صراع الوجود. كل ما يتهدد النظام الإقليمي العربي، كل ما يتهدد هذا النظام هو يقع في خانة صراع الوجود. كل ما يتهدد النظام الإقليمي العربي هو يقع في خانة الصراع لصالح، ليس لصالح الدول العربية، إنما لصالح الدول التي تستغل هذه التناقضات وهذه الصراعات من أجنبية وغيرها. لأنه من غير المألوف أن تسقط، العودة لموضوع المجموعات التكفيرية، من غير المألوف أن تسقط مساحات سكانية واسعة وبسرعة قياسية وبلا قتال يذكر في بعض الدول، لولا وجود حاضنة بيئية لهذه المجموعات التكفيرية. هذا الأمر له انعكاساته وما زال حتى اليوم، وهذا الأمر أسس عليه لمزيد من الشرخ داخل هذه الأنظمة العربية. وأنا أعتقد حقيقة أنه مستقبلا أن هذه المجموعات المسلحة لها دور بعد ولها أدوار بعد، ويمكن أنها الآن هي في إطار الخلايا النائمة لأجل أن يكون هناك لها دور في مرحلة معينة من المراحل، تستنهض بعد ذلك هذه المجموعات ويستأنف عملها في مرحلة لاحقة. ولذلك يجب التنبه منها، لأنه لها كما شاهدنا سابقا لها دور ليس فقط على النظام الإسلامي وليس فقط على النظام العربي، إنما على الأديان وعلى الهويات وعلى القوميات وعلى ما هنالك. ننتقل إلى السبب الثامن من الأسباب التي أدت إلى تقويض النظام الأمن الإقليمي العربي المتعلق بالأزمة في الأمن الغذائي والتبعية العربية للاقتصاد العالمي. أحبائي، أنا ذكرت تعريف الأمن القومي العربي. ذكرت سابقا أن من أحد العناصر التي تؤدي إلى تحديد الأمن القومي العربي واكتمال مفهوم الأمن القومي العربي هو أن يكون هناك تنمية مستدامة، لأنه هناك علاقة في علم السياسة. هناك علاقة، وهذه نظرية قد ثبتت وقد ركزت وقد أسس عليها، أن هناك علاقة ما بين الاقتصاد والسياسة. لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة. إذا لم يكن هناك تنمية هناك خلل، إذا لم يكن هناك دور سياسي هناك خلل في التنمية الاقتصادية. ومخرجات التأسيس السياسي مخرجاته تنمية اقتصادية، مخرجات
أن العمل السياسي تنمية اقتصادية، مدخلات ما يمكن أن يكون هناك من مدخلات ضمن إطار التنمية الاقتصادية والتجارية والثقافية والتربوية، وإلى ما هنالك هذه المدخلات كلها لصالح تقوية وتماسك النظام السياسي. لذلك التنمية كمفهوم هو شامل، هو ليس محصور فقط في مسألة دون مسألة، في واقع دون واقع، وفي مجال دون مجال، وفي إطار دون إطار، أبدا هو شامل، وهو ينصب في إطار في إطار التماسك السياسي وتقوية التماسك السياسي والنظام السياسي. فلاحظوا معي أن الاستعمار والاحتلال الذي أدى إلى إنهاك مقومات الدول العربية إن كان مباشرا أو غير مباشر، هذا الإنهاك بما له من تبعات على المستوى الاقتصادي والسياسي والتجاري وإلى ما هنالك والمالي والنقدي، كان له تداعيات سلبية على أكثر من مستوى. فلذلك نقول أنه يرتبط الأمن الغذائي بالأمن القومي، فمتى تحقق الأمن الغذائي تحقق الأمن القومي كما ذكرنا قبل قليل. وفي الواقع الدول العربية تعاني من مشكلة في تحقيق الأمن الغذائي، لأنه الدول العربية فشلت في تحقيق السياسات المستديمة والمستدامة في موضوع الوضع وخطط دراسات وسياسات دراسة وبرامج من دون التبعية للدول المتحكمة. بقيت العديد من الدول العربية تابعة للدول المتحكمة، حتى اليوم نجد الكثير من الدول العربية تابعة، تنظر في عين بتنظر في كل سياسة معينة، في كل خطة معينة في عين التبعية، لا تنظر في عين الاستقلالية، والنظر في عين التبعية دائما له مفعولاته ومفاعيله السلبية دائما على مستوى الاقتصاد والسياسة. وبالتالي الدول التي تقيم حسابات وسياسات وخطط على أساس ما تريده الدول المتحكمة، كيف لها أن تستقل؟ كيف لها أن تؤسس لأمن قومي؟ كيف لها أن تتفاعل مع دول داخل النظام الإقليمي العربي؟ أبدا، هذا غير متحقق، هذا أمر غير متحقق. العنصر التاسع من أسباب تقويض النظام الإقليمي، نظام الأمن القومي، من تقويض الأمن القومي العربي، المتعلق بالتسويق لمشروع الشرق الأوسط الجديد. نحن لاحظنا مؤخرا منذ ما قبل عام 2006، وقد سمع البعض منكم لربما الكل سمع البعض منكم ولربما الكل عن ما حصل إبان حرب عدوان تموز 2006 على لبنان، وقد سوقت كونداليزا رايس آنذاك لمفهوم الشرق الأوسط الجديد الذي يهدف إلى طمس الهوية العربية. إخواني أعزائي، عندما نقول بشرق أوسط كمصطلح، هذا الشرق الأوسط كمصطلح هو ليس مصطلح نابع من اصطلاحنا العربي، إن أبدا الشرق الأوسط هو مصطلح غربي. نحن عندما نقول في كتاباتنا وفي مقالاتنا وفي منشوراتنا الشرق الأوسط، نضعه بين مزدوجين، لأنه ليس مصطلحنا هو هذا المصطلح. نحن نقول ليس بالشرق الأوسط، نقول بالدول العربية، بالنظام العربي، نقول بالوحدة العربية، نقول بالجغرافيا العربية، ليس شرق أوسط وشرق أدنى وشرق أقصى. هذا ليس اصطلاح، هذه ليس اصطلاحاتنا. فهذا الشرق الأوسط، هذا ما عبر عنه بالشرق الأوسط الجديد، كان هدفه طمس الهوية العربية. لذلك أقيمت حروب، إن الحرب العدوانية على لبنان سابقا وحالا في 2006 وحالا اليوم في 2024، والحرب على فلسطين سابقا وحالا بكل اختلاف تسمياتها وبكل اختلاف توجهاتها، هذه الحروب والحروب على دول عربية مختلفة كلها كان الهدف منها ترتيبات من أجل إقامة شرق أوسط جغرافيته تتحكم به الدول العربية، تاريخه تتحكم، عفوا، تتحكم به الدول الأجنبية، تاريخه تتحكم به الدول الأجنبية. إذن هو يمثل واحدا
من أخطر التحديات الجديدة التي تواجه الدول العربية والأمة العربية وأمنها القومي. نحن نقول بأمة عربية، لا نقول بشرق أوسط. أمة عربية، هذا المصطلح هو المصطلح الحقيقي الذي يختزن في حيثياته، يختزن العديد من الأمور والعديد من الحيثيات المتعلقة بتقوية المساحة، تقوية المساحة ضمن إطار الوحدة العربية. أحدكم سأل هل هناك مجال للأسئلة والأجوبة؟ طبعا، لكن دعوني بس أنتهي وأختم، وبعد ذلك بخدمتكم. السبب العاشر والأخير هو متعلق بمشروع التطبيع الإسرائيلي، وهذا المشروع هو محطة من محطات هو محطة من محطات تقويض الأمن القومي العربي، وهو محطة من محطات بناء الشرق الأوسط الذي سوقت له الإدارة الأمريكية، وهو محطة من محطات طمس الهوية العربية، لأنه إقامة علاقات مع دولة عدوانية. إخواني أحبائي، أنت تقيم علاقة مع دولة تعتدي عليك أو تطلب منها إيقاف الاعتداء بداية، هو في المتسالم عليه بعلم السياسة أنه لا يمكن تفاوض أو لا يمكن إقامة علاقة مع دولة تحت النار، مع دولة تعتدي عليك، مع دولة تسرق ثرواتك، مع دولة تنهب مقدراتك. أن الأساس الذي يبنى عليه بداية هو تحقيق السيادة الوطنية. دعونا نحقق السيادة الوطنية وبعد ذلك نقول بأمور أخرى، وننتقل للحديث عن أمور أخرى لها علاقة بتحالفات وما إلى هنالك. نبدأ بداية بانتزاع الغدة السرطانية الموجودة في واقعنا العربي، وبعد ذلك نتحدث عن أمور أخرى. إذا لم تحقق الدولة سيادتها، كيف لها أن تحقق بعض أمور أخرى؟ أبدا، خلاص انتهكت سيادتها فانتهكت كل الأمور الأخرى. في علم السياسة، سيادة الدولة تتحقق بتحقيق الأمن على مستوى الحدود، بتحقيق الأمن على مستوى الاقتصاد، بتحقيق الأمن على مستوى التنمية، بتحقيق الأمن على مستوى التنمية، بتحقيق الأمن على مستوى ما يتعلق بأمن الغذائي، صح التعبير، المتعلق بالتنمية. السيادة، عدم التبعية للدولة الأجنبية. السيادة أن يكون الشعب يتخذ قراره بشكل حر. السيادة هي الاستقلال عن كل دولة أجنبية. السيادة أن يكون دولة قرارها ضمن حدود الدولة وليس خارج حدود الدولة من دولة أخرى. هذه السيادة، وليست السيادة كما يسوق لها حاليا. هذه تبعية كما يسوق حاليا لهذا الأمر. ليست السيادة متحققة بأن أن تقوم باتفاقية مع دولة تنتهك حقوقك، تنتهك استقلاليتك، تنتهك حدودك، تنتهك تاريخك، تنتهك الهوية لك، تنتهك أمنك القومي. هذه ليست سيادة. وإذا كان هناك من اتفاقية أقيمت مع دولة عدو، يجب فصلها ويجب فسخها قبل الحديث عن أي أمر آخر. فبالطبع إن العدو الصهيوني يريد من هذه الاتفاقيات التغلغل على المستوى الثقافي، والتغلغل على المستوى الاقتصادي، التغلغل على كل المستويات، وبذلك يحقق أمنه. تحقيق أمن العدو هو بتفريق الدول العربية، تحقيق أمن العدو هو بتقويض الأمن القومي العربي، تحقيق أمن العدو هو باستغلال مقدرات الدول العربية، تحقيق أمن العدو هو بتحقيق هذه المقدرات وباستغلالها، تحقيق أمن العدو هو بتفريق هذه الدول، تحقيق أمن العدو هو بعدم سيادة هذه الدول على مقدراتها وشعوبها وجغرافيتها. هذا هو ما يمكن القول عنه في موضوع الأمن القومي العربي. إذن
بعد ما تقدم يمكن القول أن الدول العربية تعاني من شرذمة، تعاني من انقسام. الدول العربية يجب أن تنظر بعين الوحدة، بعين التماسك، بعين الترابط، بعين التضامن. يجب أن تعيد النظر بكل حساباتها، يجب أن تعيد النظر بكل اتفاقياتها وعلاقاتها مع أي دولة أخرى. إذا لم تكن تصب في صالح هذه الوحدة العربية، يجب أن تعيد النظر بإطار وحدوي خالص دون أي إطار آخر. يجب أن تعيد النظر في إطار قومي عربي متماسك أساسه الهوية العربية. نختم عند هذا المقدار. إن شاء الله نكون قد وفينا بما يمكن أن نفي به. ويمكن لو كانت الأمور يعني في دولتنا اليوم، لولا هذه الأحداث التي نمر بها من نزوح ومن حرب عدوانية على لبنان وما نعاني منه، يمكن كنا قد وفينا أكثر مما قدمناه، وقدمنا أكثر مما تحدثنا عنه. نسأل الله التوفيق لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين. شكرا دكتور على هذه المحاضرة المثمرة، على أملين إن احنا نتقابل في محاضرة أخرى ولقاء آخر من حضرتك، وشكرا للحضور الكريم على حسن الاستماع، وإحنا بنعلن كده إحنا نهينا المحاضرة، ولكن إذا كان في أي استفسار حسب ما ورد معانا في الطلبات، فإذا في حد عنده استفسار ممكن يتفضل الدكتور، ممكن عنده وقت يسمع ده طبعا لو يسمح لنا بكده. تفضلوا تفضلوا بخدمتكم. في سؤال بيقول: كيف ترون دور الجامعة العربية والبرلمان العربي في المشهد الحالي؟ لقد أوضحت خلال المحاضرة العديد من النقاط التي أثرتها بخصوص دور الجامعة العربية، وعرجت على أكثر من مفصل ومرحلة في هذا الموضوع. وكان واضحا أن دور الجامعة العربية ليس كما هو مأمول، ليس كما هو مفترض، ليس كما هو مأمول وليس كما هو مفترض بحسب ميثاقها، بحسب ما قد أسست له هذه الجامعة منذ تأسيسها، وما قد تضمنته والوثيقة الأساسية التي مفترض أن تلتزم بها. فنجد أنها لا تقوم بهذا الدور، وإن قامت ببعض الأدوار ليست كما يجب وكما هو مأمول منه. وعلى مستوى الأزمة اليوم تحديدا، كما ذكر في السؤال، إخواني أحبائي، عندما تشتد الأزمة من المفترض أن يشتد فعالية الدور. كلما اشتد منسوب الأزمة وكلما أصبح منسوبه أكبر، كلما يجب علينا أن يكون دورنا أكبر وفعاليته أكثر وتأثيره أكبر. فعلى جامعة الدول العربية أن تقوم بهذا الدور المتناسب مع حجم الأزمة. نسأل الله أن يلهم المسؤولين الإلهام لكي يقوموا بدورهم المأمول. هل من سؤال آخر؟ هو السؤال ليه استكمال، فهو يعني الأستاذ أشرف دجانن سأل بأن هو كيف ترون دور الجامعة العربية والبرلمان العربي في المشهد الحالي، أي دور يجب أن تطلع به هاتين المؤسستين حسب رأيكم، ما هي أول خطوة يجب القيام بها لحفظ الأمن القومي العربي، وأليست المشكلة هي التأخر العلمي؟ هو ده السؤال ككل، هو 3 أسئلة في سؤال أو 4 أسئلة في سؤال واحد. من الطبيعي جدا أن الدور الأساس الذي يجب أن تقوم به هذه الجامعة بداية ينطلق من اجتماع تجمع به الدول العربية التي الدول الأعضاء في هذه الجامعة،
تتوحد حول رؤية في مواجهة هذا العدو. هذه الرؤية يجب أن تكون منطلقا لكل حديث آخر بعد ذلك. يعني عندما نتوحد حول رؤية أساسية، بعد ذلك يمكن القول بالحديث عن أمور أخرى. ثانيا، هذه الجامعة الدول العربية يجب أن تعيد تفعيل مجلس الدفاع العربي المشترك الذي أسسته قبل ذلك، وقد كنا تحدثنا عنه في المحاضرة. تفعيل هذا المجلس هو من أساس الأساسيات التي يجب أن تقوم بها هذه الجامعة. ثالثا، هذه الجامعة حاليا عليها، أنا أنظر، يعني أنا أرى أنها يجب أن تؤسس لي لجنة خاصة بموضوع التحدي الأبرز الذي تعاني منه اليوم القضية الفلسطينية، ولجنة خاصة أخرى بموضوع ما تعاني منه كل دولة عربية، يعني مثلا سوريا، لجنة خاصة بما تعاني منه مثلا اليمن، لجنة خاصة، لجان، تؤسس لجان. هذه اللجان ينصب جهدها على تأسيس رؤية تكون متكاملة، تجمع رؤية وحدوية، تجمع عدة عناصر من أجل تفعيل والاستفادة عن عناصر المشتركة التي تم الحديث عنه داخل هذه اللجنة، رؤية مشتركة تم الحديث عنها داخل هذه اللجان، لأجل مواجهة التحديات لكل دولة عربية، لكل تواجه الدول العربية بشكل مختلف، يعني كل تحدي له عناصره المختلفة. على سبيل المثال ما تعاني منه فلسطين اليوم، وهي القضية الأم. علينا أن نجمع، أن تتشكل لجنة تكون الأساس الأساس فيها هو كيف ننظر إلى الاتفاقيات، أو التي ننظر إلى كيف توفيق الرؤى الوحدوية لمواجهة هذا التحدي. يعني على سبيل المثال اليوم مصر وقطر مع أمريكا يقودون مسألة التوافق حول ما بموضوع الأسرى في غزة، أسرى الصهاينة مع غزة، وما يمكن أن يتم التوفيق حوله بموضوع وقف إطلاق النار على غزة. ولحد الآن لم يحصل هذا الأمر. لماذا لا تقوم الجامعة دولة الدول العربية بهذا الدور؟ ليس من المفترض أن تقوم به قطر ومصر. هذا دور يجب أن تقوم به جامعة الدول العربية. إذا لم يكن هناك، يعني تبدأ بلجنة وهذه اللجنة تخول الأمر بعد ذلك عبر قرارات أو عبر مشاريع قرار إلى جامعة الدول العربية، وبعد ذلك تقوم هذه الجامعة بدراستها واتخاذ القرارات المناسبة بهذا الصدد. لماذا لا تقوم هذه الجامعة الدولية جامعة الدول العربية بهذا الأمر؟ نحن بعيدون عن حقيقة، نحن بعيدون عن تصور لدور جامعة الدول العربية، لأنه بالأساس هذه الجامعة ضعيفة متهالكة، ليست اليوم في صدد. يعني علينا بداية أن نقوي هذه الجامعة، بعد ذلك نتحدث عن دورها. بداية علينا أن نقوي الركائز لهذه الجامعة، بعد ذلك نقول عن دورها في مواجهة التحديات. فدعونا نبدأ بتقوية بوحدة باجتماع الدول العربية، أن تجتمع هذه الدول العربية على مسألة دور هذه الجامعة، تطوير هذه الجامعة، تفعيل دور هذه الجامعة، ذلك نتحدث عن مواجهة هذه الجامعة أو تفعيل دورها لمواجهة التحديات. في أي استفسارات أخرى؟ تمام، شكرا دكتور محمد حسين شبيتي، دكتور العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية بدولة لبنان الشقيق، على المحاضرة القيمة، ونشكر الحضور الكريم على حسن الاستماع، على أن يكون لنا لقاء آخر في محاضرة قادمة من سلسلة محاضرات دبلومة قواعد التأهيل لاختبارات السلك الدبلوماسي والقنصلي التابعة للمركز الديمقراطي العربي. إلى اللقاء، ونعلن انتهاء المحاضرة. شكرا لحضراتكم.
جميعا، ونسأل الله يعني لبنان الشقيق أن ينجيها ربنا من الصراع اللي موجود من العدو الإسرائيلي. شاء الله تعالى، وكل الدول العربية وكل الأمة العربية إن شاء الله تعالى. إن شاء الله يا دكتور. شكرا. أستاذن حضرتك تقريبا في حد بيكتب سؤال آخر، فلحظات أرجو من الجميع إذا حد حابب يشارك بسؤال ممكن يعمل ان ميوت ويسأل السؤال بتاعه بدلا من التايبنج. تمام، شكرا دكتور. هو انتهت كده، سلام، ما فيش أسئلة أخرى. شكرا يا دكتور. مساء الخير، مساء الخير. مساء النور. دكتور، أنا قلت بالاستماع إلى، هل تسمعني؟ نعم، شكرا أولا على هذه المحاضرة القيمة. حقيقة أنا كنت في الاستماع، وبحكم التجربة والمتابعة لما يحصل، أحسست أن هناك يعني يجب التركيز حقيقة على البحث العلمي والتطور، يعني الكتابات الأكاديمية ومعدلات القراءة، تصنيف الجامعات. أعتقد أن هذا ما نحتاج إليه في الوقت الحالي حتى نقوم بتطوير يعني ما نحتاجه، ونقوم بتأمين أنفسنا من التبعية. يعني هذا في تقديري ما يجب أن نفعله. وحقيقة لا، أصبحت يعني مؤمن بفكرة أننا يجب أن يعني أن لا نعول على المسؤولين السياسيين أو يعني القيادات السياسية، بل هذا يجب أن ينبع من الشعوب، ويعني من الطبقة العامة للشعب. صحيح أن هناك أدوار يجب أن تطلع بها الجامعة العربية، البرلمان العربي، في التوجيه، يعني أن تقول الجامعة يجب أن نعطي أهمية للبحث العلمي، يجب أن نطور الجامعات. هي خطوط سياسية تبثها الجامعة أو المؤسسات، هذه المؤسسات، وعلى يعني الكتلة الصلبة في المجتمعات العربية أن تعمل على هذه الأفكار. يعني أحسنت، صحيح، وقد تقدم الحديث عن هذه الأمور بشكل مفصل، وقد تحدثنا بموضوع السيادة ودور الشعب والعلاقة ما بين الشعب والسلطة والنظام، وموضوع الديمقراطية التمثيلية في مفترق خاص بموضوع المحاضرة عن هذا الأمر. ربما يمكن لم تكونوا على السمع معنا في هذا الإطار. موضوع البحث العلمي هو من المواضيع الأساسية، لكن لدينا مشكلة نحن في إطار التوائم ما بين النظرية والتطبيق. النظريات كثيرة لكن التطبيق غير معمول به. دعونا نبدأ بداية بحل بالإرادة والنية. عندما تتوفر الإرادة والنية في معالجة المشاكل المسلمة والمتفاقمة داخل النظام العربي والأمة العربية، بعد ذلك نتخذ القرار، وبعد ذلك نبدأ بالاستعانة بالباحثين والمفكرين، وهم كثر حقيقة. عالمنا العربي يحتوي على مقدرات بشرية وغير بشرية وطبيعية، للأسف لا نستغلها بالشكل المطلوب، في غياب وفي ظل غياب الإرادة والنية التي من المفترض لو توفرت لكنا في مفترق آخر وعالم آخر ومستقبل آخر. نسأل الله التوفيق لنا ولكم. أنا أعتذر في حقيقة الأمر أنني لابد من الاستئذان. إذا كان هناك من سؤال بعد بالخدمة، لكن لخمس دقائق أو أكثر قليلا، لأنني مضطر للاستئذان. شكرا. تمام، هل في أسئلة أخرى؟ تمام، شكرا لحضرتك يا دكتور، شكرا على وقتك، ويعني شكرا جدا لمساحة الوقت اللي حضرتك اديتها لنا في الأسئلة. عفوا، الخدمة. شكرا موفقين دكتور. إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. إحنا بنعلن يا جماعة انتهاء المحاضرة. شكرا لحضراتكم وشكرا للحضور الكريم. تقدروا حضراتكم تفضلوا.